يا رحمن يا من بالسرائر مطلع يا قضي الحاجات نبينا مهمات الأمور تخفف الأثقال يوم الخلق عندك تجتمع وأذهب الأحزان وارفع قدمنا يوما نشوف يا سيدي من يرحم المضطر من غيرك يجيبه إن دعا ومن يداوي من عجز طب المداوي عن دواء ومن إذا توكل عليها العبد من همه كفى نجي صحائفنا من الأوزار بالماء نجي صحائفنا من الأوزار بالماء الطهور يا سيدي يا ربي يا رحمن يا من بالسرائر مطلع يا قضي الحاجات نبينا مهمات الهروب تخفف الأثقال يوم الخلق عندك تجتمع وأذهب قرب لنا بالعافية من كل صالح ما نروم وجنب الخسران عنا والمخاوف والهموم واجعل لنا من ما يزول مكسب لنا فيما يدوم وعن شمائلنا وعن أيماننا رحمة وعن شمائلنا وعن أيماننا رحمة ونور يا سيدي يا ربي يا رحمن يا من بالسرائر مطلع يا قضي الحاجات نبينا مهمات الهموم تخفف الأثقال يوم الخلق عندك تجتمع وأذهب من يرحم المضطر من غيرك يجيبه إن دعا ومن يداوي من عجز طب المداوي عن دواء ومن إذا توكل عليها العبد من همه كفى نجي صحائفنا من الأوزار بالماء الطهور يا سيدي نجي صحائفنا